معكم عبد الله اسطر مسير تعاونية أرغز كواري الزعفران الحر. حنا من جهة درعة تفيلة تبتاف تكريم وزيزات تزنخ. حنا الهدف لنا هو الإنتاج الزعفران الحر من الزرعة ديالو حتى للتصدير. يعني عندنا جميع المنتجات ديال الحان في جميع كان غرام كان جوج غرام كان تلاتة غرام حتى الكيلو يعني أي منتج. دابا هذا الزعفران. الزعفران الحر فقط كنتجو الزعفران الحر. وكنشاركوا في معارض وطنية ودولية وجهوية. وكنتمنى ان شاء الله نخدموا بلادنا في اي موسم في اي تظاهرات دوليه ان شاء الله. كي جاك المعرض ديال الحاجب؟ معرض رائع ولله الحمد، تنظيم رائع، كاين سيكوريتي، كاين الزياره ديال المسؤولين ديال الجهه وديال الوزاره وديال العماله. كنشكرهم على الزياره ديالهم. هذا 6 غرام ديال الزعفران الحر، يعني فيه 6 القراعي. 6 القراعي دابا ديال هذوك؟ وي، هذا غرام، عندنا لا ماركه تسمى بيست. بيست غرام دابا؟ وي غرام. شحال تدير دابا هذه تقريبا؟ هذه 40 درهم. 40 درهم غرام؟ وي غرام. وهذيك اللي كنشوفوهم كيبيعوا كيبيعونا في الحوانت ب 5 درهم كبير، هذيك دابا كيفاش؟ لا لا، هذا خص الزعفران الاخر. دابا هذاك غير كما قلتي، شوف شنو. يا شوف هذاك، حنا ما غاديش نتاهم شي حر. هذا الحر تيكون غالي. غالي. زيد. على كاليتي هذا عندنا لا مارك. واش كتزرعوه ولا كيفاش؟ حنا كنزرعوه. هاي تزرعوه؟ عندنا واحد اللي شفت فيها الزريعه. هاي واحد اللي شفت فيها الزريعه. كي الزريعه ديالو دابا؟ هاي دابا كيخرجوا بحال البصله. لا تنشوف بحال البصله دايره. اه كيخرجوا دابا هما من الداخل كتبان لك الزريعه الورده. زيد؟ عندنا 1 غرام، عندنا نص غرام. نص غرام شحال تيدير دابا؟ 25. 20 درهم. وي قول 20 درهم ليك. اه تبارك الله. ولا الرابعه تنديروا لها 10 درهم. 10 درهم. 10 درهم 15 درهم حسب. صافي. كتصلح هي بحال دابا شي دواء، بحال دابا شي استعمال، بحال هكا دابا انتم اللي عارفين، بحال دابا كاين شي خطره تيكلوا الكحاله ولا شي حاجه. وكما. وي. ها؟ البرد. هي؟ البرد خصنا التنسيونيت. لاش كتليق دابا تقريبا كاع هادو اللي كيديهم الناس دابا؟ كتستعمل مع الطياب. مع الطياب. هو مهدي، معروف انه مهدي. تيهدم. تيهدم الانسان. وكان غير لي زيفي ديالو كيقول لك ان المرأة الحاملة ما تتستعملش بزاف. المرأة الحاملة ما خصهاش تستعملو. تيسبب الإجهاض. الإجهاض. والدري يستغرق من عامين حتى هما. ماشي ممنوع لكن مكروه. يستحسن. وي يستحسن ما يستعملش. اذا رساله اخيره للي بغى يتواصل معكم، خلاص التليفون كلشي كاين تمايا. وي ورزازات. رساله اخيره، علينا نتضامنوا باش نشروا المنتج المغربي، باش نشهروا به في المغرب وفي الخارج، باش كنعطيو قيمه في المغرب راه كيتشهر برا. يعني خصنا نرجعوا للمنتجات الطبيعيه المغربيه، حيت المنتج هو اللي كيعطي القيمه للبلاد.